إفريقيا سوق الفرص ووجهة المستثمرين، فأزيد من 80 مشاركا في الطبعة الأولى لصالون التصدير والاستيراد في إطار عمل الجزائر على مرافقة تجسيد الاتفاقية الجمركية البينية الإفريقية زليكاف. 2021 وسنة دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ. للجزائر دور حيوي للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الإفريقية. أما بالنسبة للعلاقات الجزائرية السنغالية فهي جيدة على الصعيد السياسي. اليوم نعمل على تطويرها اقتصاديا. اقتصاديا التبادلات بين الجزائر وكينيا ليست بمستوى طموحاتنا، لذا نسعى إلى تطوير علاقاتنا الاقتصادية مستقبلا. دور الجزائر معناتها دور هام مش تكون قاطرة لتوديد العلاقات مع الدول الإفريقية. كانت لنا تجربة في التصدير للسوق الإفريقية على سبيل المثال ليبيا والسنغال، وهذا الصالون فرصة لتعزيز الشراكة الجزائرية الإفريقية. إن شاء الله احنا نهدف للوصول إلى القارة السمراء لأنه سي ان بوتونسييل اكسبلواتي في المستقبل. احنا دخلنا في مجال التصدير في 2019 مع بعض البلدان الإفريقية، إلا أن دخول الجزائر في السوق الإفريقية الحرة هذا الشيء حيسهل لنا عملية تصدير منتوجاتنا لدول إفريقية. هذا وكشف الأمين العام لوزارة التجارة عن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية. الاتحاد الإفريقي سي 3 مليار دولار، استادير اللي راح ان شاء الله لوبجيكتيف تراسي بار الاتحاد الإفريقي، وان شاء الله الجزائر يكون عندها اون بار امبورطونت في هذا لي 3 مليار. اون فالي رياليزي ان شاء الله، سوف كو علاش اون ريفي على باس سي بارابور لا كونجونكتور اكتويل سيريو لا بانديمي نوزا انورميمون بلوكي، اي مالغري سا مالغري سا اي اون بلان بانديمي درنا كوميم افون سيتي 2 مليار دولار، انا وصلنا ل 4 مليار دولار. ان شاء الله احنا ما حبيناش هذاك لو شيف 5 مليار دولار، اون ايتي ان بتي بو بريدون، مي بربي ان شاء الله يسوفوريك منا لا فين فالي نوصلوا حتى 4 مليار 500. فصالون وعلى مدى 3 أيام سيكون فرصة للمتعاملين الاقتصاديين للترويج لمنتجاتهم.